اللي حاضرين اللي بغى يعرف شي حاجه على التعاون الياس او شي حاجه في الاستاد، حنا عارفين اش كنديروا تما مالين الدار الا كان شي حاجه. انا اكسبري قبيله قلت للسيد لان الموضوع ديال التعاون الحالي مازال بعض الناس اللي كيبغيو يكونوا تعاون كتخبطوا في هذه المشاكل، يعني حتى الاطار القانوني مثلا ولا قوانين مؤثره كي كتخلط لهم مع هاد الجمعيات ولا مع المقاوله، المقاوله كتمشي للكونطاب اما الجمعيه كتحاول غير انت تحسر ولا شي حاجه ما كاين مشكل يهضر عادي والاستاذ يجاوب فاتحه تعاون معاهم. بالنسبه لي حنا جينا شويه متاخرين، لكن حنا كاعضاء ديال المجلس الاداري لجمعيه امل واكبنا مجموعه ديال الانشطه مع الجمعيه واللي كانت دائما في المستوى اللي كنا تنطمحوا ليه، ان بالنسبه للمستفيدات في جميع المجالات، بالنسبه للصناعه، بالنسبه للخياطه، بالنسبه للحلويات، بالنسبه حتى للتمكين ديالهم من التعليم ولا من محو الاميه. وانا صراحه عجبتني مصطلح ديال التكوين الشعبي لان عنده دلاله، لان ما تنقولوا التكوين الشعبي هي اننا تنستهدفوا يعني كل الطبقات الشعبيه التي تعاني الامرين، وهي اللي تتعاني يعني في مجموعه ديال الاحياء الشعبيه. اولا تيكون ان المعلومه تتكون غايبه عليها، وبالتالي حتى ما يعني نراكمه من خلال المجتمع ومن خلال الاعلام تيكون يعني فيه معلومات اللي هي خاطئه واللي تتخلينا تنستكنوا لهذاك الوضع. وبالتالي ان جمعيه امل ملي تاسست في 2002 مدينه الحاجب يعني فتحات مجال وفتحات افاق وامل لمجموعه النساء باش ينخرطوا في هذه الجمعيه، وكذلك يستفدوا من جميع يعني التكاوين اللي كانت تعطيه الفائده هذه النساء. بالنسبه لي هذا اليوم هو يوم اللي جد مهم بالنسبه لنا وبالنسبه كذلك للجمعيات النسائيه. وانا بلا ما نطول عليكم حتى الفرصه الثانيه، انا اشد على ايادي كل اطر جمعيه امل وكذلك على النساء اللي هما منخرطات وكذلك يساهمنا يعني واحد المساهمه فعاله يعني في تأطير النساء وكذلك يعني في المواكبه ديال هاد النساء. تحيه لكم وشكرا عليكم. معكم اسماء سويسي مؤطره بجمعيه امل لتكوين وتاهيل المراه التابع لجمعيه امل للمراه والتنميه. حنا هنايا في هذه الجمعيه كنقدموا كنعطيو دروس نظريه، كنعطي دروس تطبيقيه. هذه المناسبه ديال عيد المراه، اول حاجه مبروك على العيالات كاملين جميعهم. هنايا عطينا هذا الاحتفال، احتفلنا الحمد لله باش اننا نقويوا هذه المستفيدات ديالنا باش يعرضوا المنتوجات اللي كيخدموا عليها. المهم تحت لهم هذه الفرصه باش يقووا القدرات ديالهم، باش يثقوا في نفسهم اكثر، باش من هنا يخرجوا انهم يسوقوا المنتوجات ديالهم، يعرفوا كيفاش يخدموها ويثقوا في النفس ديالهم بزاف. حسناء علالي رئيسه جمعيه امل المراه والتنميه الحاجب. هذا اللقاء اليوم هو جاء تخليدا اليوم العالمي لحقوق المرأة، ارتئينا أننا نسلطوا الضوء على مراكز التكوين والتأهيل المهني، الدور ديالها الفعال في النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية ديال النساء. اللقاء ديال اليوم هو كيجمع مجموعة ديال الفعاليات منها والشركاء منها التعاون الوطني، قسم العمل الاجتماعي في العمالة اللي كيمثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عندنا مجموعة ديال القطاعات والجمعيات ديال المجتمع المدني. كما قلت هذا اللقاء هذا باش نسلطوا الضوء على الدور ديال هذه المراكز ديال التكوين والتأهيل المهني في المدينة، ونشوفوا كيفاش أننا بغينا نخرجوا بتوصيات للنهوض بالوضعية ديال هذه المراكز، وبأن كيفاش هذه المراكز خصها تجاوب على ما بعد التكوين. يعني ما بغيناش ننتجوا غير نساء عندهم ديبلومات وكيمشيو ويجلسوا في الدار، مي بغينا أننا نخلقوا واحد النقاش باش تولي هاد المراكز تدير التتبع للنساء الحاملات الافكار ديال المشاريع، وانها تعاونهم في الانجاز ديال هاد المشاريع هذه.
السلام عليكم، انا مستفيده في جمعيه الامل لتكوين وتاهيل المراه. كنخدم في كنتعلم الطبخ والحلويات. كنبغي نشكر هذه الجمعيه ونشكر المؤطره ديالنا كدير معنا مجهود، والمديره والبنات كاملين ديال الجمعيه، وهذا هو الشيء اللي كنديروا في الجمعيه تماك. وشكرا. بمناسبه اليوم العالمي للمراه انضموا لنا هذا اللقاء اللي كان صراحه فرصه زوينه باش اننا نعبروا على الافكار ديالنا والمشاريع اللي باغيين نديروا والطموحات ديالنا، وجاوبونا على بزاف ديال الاسئله اللي كان عندنا غموض فيها، مثلا بحال اللي باغيين يديروا مثلا تعاونيات او لا، يعني بزاف ديال الاسئله جاوبونا عليها. كان لقاء في المستوى. وشنو هو البروجي اللي بالنسبه لي انا كنت باغا ندير ان شاء الله شي بروجي اللي يكون كيمثل الثقافه المغربيه، يعني اللي يجي فيه السائح او المغربي يعني يكتشف ثقافته بلا من اللبس. مازال هي يعني مازال عاد فكره مشروع، مازال يلا فكره. وهذا اللقاء يعني فيه عرفت بزاف ديال الحاجات ولقيت الجواب ديال بزاف الاسئله. شنو كتمنى؟ ان شاء الله كنتمنى انني ندير بروجي اللي يكون كيشرف بالمغرب وكيبين الثقافه المغربيه وكيخلي الناس يجيو ويبغيو يكتشفوا المغرب وثقافته وتقاليده اكسترا. السلام عليكم، سلوى الرشيد، المندوبه الاقليميه للتعاون الوطني باقليم الحاجب. بالنسبه لمناسبه اليوم العالمي للمراه، كيحتفل مركز المراه والطفل الفردوس باقليم الحاجب بهذه المناسبه اللي كتعتبر مناسبه للاحتفال بالانجازات اللي قدمتها المراه المغربيه في مختلف المجالات، وكذلك المراه بصفه عامه في جميع انحاء العالم، وكذلك الوقوف على مجموعه من الاكراهات والصعوبات اللي كتواجهها المراه. وهي مناسبه ايضا لدعم الوقوف مع المراه للقيام بمجموعه من الانجازات. كيتعتبر هذا النشاط ديال مركز الفردوس باقليم الحاجب من ضمن مجموعه من البرامج والانشطه اللي كتقوم بها مجموعه من المراكز باقليم الحاجب لخدمه ولفائده المراه بالاقليم، من ادماج اجتماعي، مواكبه اجتماعيه، الاستقبال، الانصات، الوساطه الاسريه الى غيرها من البرامج اللي كتهدف للادماج الاجتماعي ولتحقيق التنميه المستدامه. السلام عليكم، معكم صفاء، رئيسة الجمعية الفردوس للتنمية وإدماج المرأة والطفل. بهذه المناسبة ديال 8 مارس كنهنئ جميع نساء العالم والنساء اللي كيشتغلوا معنا هنايا، جميع الأعضاء سواء كان أعضاء الجمعية أو لا المؤطرات أو لا المستفيدات، كنهنئهم وكنشكر المندوبة ديال التعاون الوطني الإقليمية، وكنشكر القسم العمل الاجتماعي بالعمالة الحاجب، وكنشكر حتى جنود الخفاء اللي كيسهروا معنا، السلطات المحليه والتعاون الوطني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.